فوالا دو روتور كيما قلت لكم توتالور. سلام على اللي ما كانوش توتالور هنايا قبيله هنا، سلام على اللي جا اللي كانوا قبيله. جو روبيان سالين مسالي قبي. السلام عليكم. هادي غي هادو غي ابتهالات وهادو دي زامبروفيزاسيون. الحقيقة دابا تولي عندي تقريبا خص شوية ديال الصبر، خص يصبروا معايا غادي يوليو عندي دي فيديو بزاف. عيشي يا بلادي، عيشي يا بلادي، وشحال نبغيك ونموت عليك كيما كنتي بيديك وبرجليك، انا ديما غادي نحاليك. هو ما يهمناش، راه معتوه واخا كيعيش بدل المروك المروك، حنا اللي كيهمنا لو ترافاي اون سيلونس، لو ترافاي اون سيلونس، وما نرجعوش اللور نقولها الرول. هما يا با دو مارشي اريير، يا با دو مارشي اريير. نو زافون بري لو بوراك لو تي جي في، يا با دو مارشي اريير. اون دو افونسي 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 افونسي. كنتمنى ان السلطات المغربيه المختصه توجه نداء تحاول كيفاش تسهل العبور ديال المغاربه، لان عمليه المرحبه كنسمعوا فيها لا بوليميك. تحاول كيفاش تمرر احسن الظروف الجاليه المغربيه باش تدخل المغرب، وتحاول تبسط البسطاره وترخص التذاكر لا ديال الباطو، لان هما مواطنين ومساندين البلد ومساندين الوطن. خص المغرب يدير واحد لو جيست منهم، كاع اللي كيقلب عليك ويرجع عندك راه كيبغيك، اذا خصك تسهل ليه الرجوع الرحله غير باش يدوز هنايا. وثاني حاجه خصك تسهل ليه حتى الولوج جميع المناطق السياحيه بثمن رمزي. حاولوا ديروا شي اثمنه مناسبه للسياحه الداخليه والسياحه ديال المغاربه اللي غيجيو للمغرب. ما تحاولوش تشوفوهم دي زيميغري، هما راه خدامين وكيخدموا، وكاين اللي ما خدامش الله يحسن العون، لان كاينه كريز في اوروبا فهمتي. واللي خدامين خص ديروا لهم واحد الاثمنه اللي هي مناسبه وتكون مراقبه من طرف السلطات المعنيه، سيرفيس دو ريبريسيون دو فرود، مصالح قمع الغش،
وثانيا كيكونوا يكونوا اثمنه تحفيزيه حتى نشجع السياحه ديالنا، لان عندنا ما يتشاف ان شاء الله راه بزاف، وهنا غنضرب واحد الدوره ان شاء الله غنساليو، غادي يكون عندنا دي ميسيون ديال لي بيرسونيل اللي خلنا انا مسالي قبي الكره والموسيقى وحمله توعيه المغاربه باش يجمعوا راسهم ويخدموا بلادهم، واللي يدير شي خدمه يتقنها. انا بغيت المغاربه يوصلوا لذاك المستوى البونتو الميغو سيجارت اند ما يلوحوهاش بالزنقه. بغيت نتمنى هذه المرحله المغربي ذاك ما قارو الله يعفو عليه نسوم توس باسي باغ لا. مو جي اريتي لا سيجارات جو بونس لاني 2000 صافي 21 عام كو جي اريتي، انا كنت كنكمي 3 باكي باغ جور وعندي بوكو دو سوليسيون باش حبست هذا الشيء اوغوزمون فهمت وتغلبت عليه. دونك نتمنى من المغاربه الى كما انا شوف بعدا واحد القضيه، جي ان كافي جو تيان ان كافي في الانشطه ديالي مانع الكارو لا سيجارات ممنوعه، اللي بغى يكمي كاين واحد الوهو على برا يقدر يكمي فيه من الداخل انتغدي لا سيجارات، عندي قهوه سيجارات نون فيمور ديزولي بوغ لو فيمور سا دوا لي ديكوراجي باش ما يكميوش. نتمنى قلت لك علاش هذا غير لو جيست دو سيفيزم، نتمنى من المواطن المغربي ما يلوحش بينته ديال الكارو ما يلوحهاش في الزنقه، المهم يدبر راسو يحاول لو مومون اللي يكون في الزنقه ما يكميش كاع في الزنقه غينقص عليه داكور، يكون يتمشى ولا يدير لا بروموناد يحاول ما يشدش كارو. سا سوغي فريمون مانيفيك دو فواغ لي ماروكان سيركيلي سون سيكاغات البليه ديال لا سيكاغات يحاول فهمت. ونتمنى من المغاربه اللي عندهم مشاكل يخويو المشاكل ديالهم في الرياضه، واخا ما عندوش نوض يشرب غير الماء اتونسيون يقول لك ما عندي ما ناكل، كاينه الماكله مشتة ينوض يتمشى يدير نابورت كوا يبقى يخوي الغضب ديالو في الرياضه، المشي او الجري او اي حاجه داكوغ. انا كندوي انا ماشي لان البلاد ديالنا راه غاديه مزيان اتونسيون راه اتونسيون سولوا الجاليه المغربيه اللي هما عايشين معنا ومشجعينا ومدعمين البلاد وهما احسن تمثيل لنا هما وجهنا هما السفراء ديالنا مع بيان سيغ افيك بوريطان اللي كان منور على البلاد. نتمنوا يكون عندنا شي وزير الثقافه المومون مو فوالا دو غوتوغ. دونك باش نرجعو القضية كنقول لكم المغاربة خارج الوطن راهم معنا وراهم معنا راهم معنا بقلوبهم والتفاعل ديالهم لي غياكسيون فيتو، خصنا نديرولهم تحفيز نساعدو معاهم هنايا نوفرو لهم جميع الظروف المناخ لأن العام كامل هما في أوروبا ومع هاد الحجر ديال كوفيد والمشاكل خصهم وزارة السياحة ووزارة الماليه وزاره كل شيء الاشغال العموميه توفر لهم الطرق على اي نقول لهم ان الطرق راهم مزيانين مصاوبين مزيان لي روكاد مزيانين كل شيء راه بخير وعلى خير. اي هو كي قلت لكم قبيله نحاولوا ان وزير الثقافه يكون بحالو بحال بوريطا بحال بوريطا اكتيف ويمبروفيزي امبروفيزي يبتكر او يترجل يرتجل الامبروفيز لا كرياتيفيتي نو سوم لا بوغ ليدير حنا هنا باش نعاونوه اتونسيون نو سوم لا بوغ ليدير الا بغيت تصل بينا بينيفولمون شيرش با لارجون اي تو سا
كل شيء عندنا الحمد لله فهمتي، كل شيء ما نقولوش حنا راه حنا او باغادي، مي اوني بيان مقانع داك الشيء اللي عندنا اون اكسبت، لان الانسان ديما اناني وكيبغي راسو، ولكن الفو سافوار بارطاجي. دونك نتمنى ان وزير الثقافه يكون ناضي، الاعلام ديالنا حتى هو خصو يكون ناضي، لان الاعلام ديالنا ما دارش الدور ديالو في تحسيس المغاربه. هو كاينه واحد الروح ديال الوطنيه ايتو، ولكن داكشي ما كافيش. انا كنحيد الاعلام ديالنا اللي ما كيجرحش وما كيدخلش ما كيجرحش الدوله، الدوله تخنشله واخا كتبروفوكيه واخا كيعايروا بروفو واخا داروا لي غينيور وداروا كلشي. جو دي برافو اوز انفورماسيون ديالنا ديالنا، لان الصحافه ديالنا عارفه كيفاش دير الحياد وكيفاش كتميتريزي، لان عندها سلطه تقديريه، وكنظن كنظن كتعتبر راسها امام قاصر كيخصو الوصايه التي دار. باسكو كي كتشوف صحافه وطنيه ديالهم رسميه كتهين المغرب وتسب المغرب وتسب المغاربه وتمس في كرامتهم وقداستهم وشخصياتهم، والصحافه الوطنيه كتخال لهم، هنا التباتة والرزانه. هما جو سي كيعتبروها خوف وكيعتبروها، جو كوني لاغ مونتاليتي، جو كوني لو سيلونس بوغ او سي اون فريور اي سي اون بار، الوغ كو سو سون توجور لي بلي فور كي غارد لو سيلونس، سو سون توجور لي بلي فور كي غارد لو كالم اي كي ميتريز لي نير. دونك هما كيقولوا بعدا وتو الموند لو دي، فوت مع الواد الهرهوري ما تفوتش مع الواد الساكوتي، لان الواد الهرهوري كعرف الواد كيكون يجري كتسمع لو بغوي ديالو، سيتادير راه قريب من ليغالي قريب من التيمم من الحجر وكيدير لو بغوي. داك اللي ما كيديرش لو بغوي هذاك فيه لو كورون انفيزيبل ما تشوفهمش. دونك حنا ما جايينش باش نديرو ميزان قوه مع خنشله، با دي تو. حنا كنطلبو لي كار، كاينه واحد لابارتي منهم اللي باغيه فيه فريمون الاستقلال. شنو هو الاستقلال؟ الاستقلال ما كاينش ما عندهمش ان استراتيجي كومون يفون سو كومبورتي افيك لو ماروك. كون حطو حراك لو كان حط واحد ان بروغرام فورم دو كاي تشارج ولا ان بروغرام ولا جدول كيقولوا لي بروغرام ان بروغرام ديالهم برنامج يديروا برنامج علاش دايرين هاد الحراك، من بين هاد البرنامج يدخلوا هما راه العسكر ديالهم ولا تحت الامارات الفرنسيه 50,000 عسكري كاين في الساحل دابا، يدخلوا واحد البوند او واحد ملاحظه من بين مطالب الحراك ان المغرب ان الجزائر لا تتدخل في شؤون الجيران، ما يقولوش كاع المغرب، ولا بغاو يقولوا لا تتدخل في شؤون المغرب يقولوها، من بين مطالب الحراك انه يطلب من النظام الجزائري ان لا يتدخل في شؤون، لان حنا المغرب لا يتدخل في شؤون الجيران، امبوسيبل ما كايناش ما كيتدخلش. واخا البريزيدون مسكين راه كيدوي بان ليا فريمون بريزيدون صراحه هذاك استفزاز واهانه للمواطنين ديالو، لان ني با اوسي كاليفي ني كاريزم نهيبه خلاها فركوس ني بوتي ني فونيتو لازل لمشي بكري بارل كوم سا. البكيه تعطات لانكم يعني عارفين حسب تصريحات المعارضين الجزائري اللي عندهم معلومات رسميه 7 المليار ديال اللي تعطات لقناه الجزيره باش ما تغطيش الحراك. فو زافي في الجزيره تغطي الحراك با دي تو، جاو جو بونس تي اف ان جي سي با واحد القناه فرنسيه غطات الحراك وقعت زوبعه كبيره، باسكو انا في كو غير نقلت انا غيان كخي غير نخرج الحراك ناض قيامه ناضت. المغرب ما دخلش راسو في الحراك نهائيا وما كيدخلش، وما عمر طلب من الجزائر انها تعطي استقلال للقبائل، او بغى التفرقه في الجزائر، او بغى العنف في الجزائر، او بغى الارهاب. بالعكس المغرب ديما كاينه لا سيمباتي لا ديبلوماسي اي لا ميتريز اي اوسي ليكسبلواتاسيون دو غران بوفوار ديسكريسيونير دي ماروك، باسكو المغرب عنده سلطه تقديريه كبيره نابغة ونتيجة التاريخ من الوجود، التاريخ من تسلسل الملوك وتسلسل لي ديناستي لا سيكسيسيون دي ديناستي. دونك المغرب ما عمرو دخل في الجزائر.
انا بغيت غير لي زالجيريان، حنا كنقولوا خنشله باسكو كلشي ردوه خنشله باش ما نمشيو ديريكت، كلشي تخنشل خنشله. دونك انا بغيت غير يتسائلوا واش علاش كيكرهوا المغرب، واش المغرب كيتدخل فيهم. هما غايقول لك اسيدي حنايا ما كندخلوش في المغرب، كندخلوش حنا هذيك القضيه في الامم المتحده. اسكو ما كيشوفوش ان الدوله ديالهم دوله كتخنشل فيهم يوميا، دايره واحد القاعده قال لك حنا، واش هما ما كيفكروش شويه ان لا يعقل ان يبقاو لاجئين في واحد المنطقه فيكسي 45 سنه او 46 سنه؟ واش يعقل؟ انا كندوي مع الدوار اللي حدانا مع الجيران اللي كيسبونا ويعايرونا، شادينهم 45 سنة يوكلوهم ويشربوهم ويدربوهم ويقريوهم ويديرولهم قنصليات باكتو اترافيغ لو موند في الدول اللي مرشية، الدول المرشية لي بيي كورومبي، إيزون انستالي دي كونسيلا باكتو اترافيغ لي بيي كي سون كورومبي لي شدو الرشوة غاز أو بيترول أو غاز. اسكو فو زافي فو كو لي زالجيريان أون في سات غومارك؟ يا كالكوزان قلال لي كيشوفو ولكن مساكن لا حول ولا قوة لهم، يعني ما يقدروش يقولوا الصحراء مغربية لان ما خايفينش هما من النظام، خايفين من الشعب، حيت الشعب عندهم الا ما كرهش النظام المغربي وما يكرهش المغاربه كيتسمى خائن. ان سيتويان دو خنشله ان سيتويان دو فوازان سي نو اي با نو ديتست با نو ريبوني با لي ماروكان لو ماروك سي ان تريتر دو لا ناسيون دو خنشله. هذا قاعده اجباريه امبيراتيف. دونك هاد المعارضين كيقول لك الجزيره عطوها الملايير باش ما تغطيش الحراك. اليوم الجزيره فتحت مكتب في خنشله، فتحت مكتب ابخي لو ديسكور بيان سور، فيه غير الفصيله هي اللي صحيحه، كلشي كذوب. ديك الفصيله راه كاين واحد الفصيله هي اللي الحقيقه، كلشي كذوب. ودوك ثلاثه النقط الى اخره هما اللي بري، شي لاخر كله كذوب. ما كاينش زعما يا با ان بوفوار دو بيرسيوزيون، ما كاينش واحد سلطه الاقناع. انا جو مو دوموند، كنتسائل هادو اللي كيعيرونا وكيعيروا الملك وكيعيروا الشعب المغربي وكلشي، هما ما كيعيرهمش المغرب، ما كيدير لهم والو. كاين واحد التراشق في لي ريزو سوسيو اي تو سا، سي تو تافي نورمال، لان لي ريزو سوسيو نابارتيان با او زيتا، ني ا لجيري ني او ماروك ني ا خنشله ني ا رابا. Donc les réseaux sociaux sont des espaces bleus de liberté et de libéralité. حرية التعبير، حرية التصرف، وكاين واحد لي مور، وكاين واحد لي كونديسيون ا ريسبكتي، واحد لو ستاتيو ديال فيسبوك لي تيسبكتي. حنا ما كندخلوش لو نيفو ديال السبان والمعيور ونخسروا الهضره، كنهضروا نورمالمون. لا كاستيون كي سو بوز، est-ce qu'il ne voit pas que l'Algérie كتعدى على المغرب contrairement à ce qu'a dit le président Mertouh. انا بالنسبه لي Mertouh اللي العالم كله كيتفرج فيه هو يكذب اون ديريكت في واحد القناه لي ديمودي، واحد القناه باسكو الجزيره شكون كيتصنت ليها دابا؟ غير المخنشل. المخنشل كانوا بكري ديال الدعشيين، اليوم ديال الخنشاليين. الجزيره سي ميم با فوالا، فهمتي؟ لا هذيك بن قنا ولا rien à voir avec la vraie information. اليوم لي زانفورماسيون شكون كيجيبهم؟ كنجيبوهم حنا، لو بوبليك هو اللي يقلب على انفورماسيون يعطيها. سي با لا بان دو فوار الجزيره ولا تشوف حتى قلب حتى على لي زانفورماسيون. لو بوبل الجيريان il veut la liberté، الحريه، وكيهضر بالاستقلال، مي ما عندوش ان بروغرام ان خريطه الطريق اللي غادي يمشي عليها اللي يحقق داك السلم ديالو الاجتماعي وكل شيء. ايلي انتيغري اللي هو مخترق من طرف الجيش ومن طرف عبله ومن طرف لا دي ار اس، واخا كيتصرف الي 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 تيليغيدي الي، فهمتي؟ الي موني، فهمتي؟ بالونسي اون افون اون اريير بار سي سون تو كي تيان لي فيسيل دي كوموند. هما يحسبوا راسهم يسون اون تخان دو سيكسبريمي دون ان كادر دو ليبرتي بور فار بارفونير les Algériens un espace de liberté là où ils pourront créer un état civil. شي حاله مدنيه، دوله مدنيه اللي تكون مزيانه مانستاليا، مي يا ترو دو روتار. الجيري سيت اوكيبي، سيت انفيرمي، سدت عليها، دارت راسها في تيرموس باش ما يخرجش البروده من القهوه، ونهار اللي عاقت بالقضيه باللي هذيك القهوه ولات بيريمي،
ما خداماش بغات تحصل في المغرب هو السبب باش قهوات بيريمات مؤامره خارجيه. حنا ما عمرنا سمعنا المغرب يقول مؤامره خارجيه. كاين محاوله انقلاب الاولى، محاوله انقلاب الثانيه، ديال المظاهرات ديال واحد ديال ديال واحد ديال 81، عده مظاهرات، مظاهره عده الاحتجاجات، محاوله زعزعه الاستقرار في الريف، اقليم ازيك، والموت ناس ماتوا، راه حرقوا البومبيه وحرقوهم وتبولوا عليهم، وعارفين شكون المغرب اللي يتهم الجزائر انها تهاجمه يوميا. بينما الذي يهاجم المغرب هو معروف، العالم كله يعرفه، ودايرين قاعده، ماشي قاعده خلفيه، قاعده مرئيه في تندوف، العالم كله كيشوفها، وعسكر يدرب في الجزائر وخارج الجزائر تحت مصاريف ورعايه وتمويل الجزائر. اسكو لو بوبل هاد الحراك ني با كونسيرني؟ هاد الحراك كي بارل دو ليبرتي نورمالمون تكون عنده خريطه الطريق، واحد البروغرام اللي غادي يمشي عليه، ان بروجي، ان بروجي شنو غادي يدير نتا غير تعود حريه، حريه شنو غادير بالحريه؟ ما عندكش سيغتاغ دي بي سيغتاغ ودير ان بروجي، باسكو العلاقات الخارجيه سي تري امبورتون سيغتو افيك لي فوازان، باسكو لالجيري سي انفيرمي باغ لو كومينيزم افيك لو ماكياج ديسلاميزم، ها؟ مي نهار اللي فاقت باللي ان المغرب هرب عليها، اش ندير ليه؟ ندير ليه المشاكل ونعلم الشعب ديالي يتقارن مع المراركة ويحتقر المراركة، ونبين المراركة عبيد. واحد يقول لك، يدخل عندك يقول لك حسب لي السيرورة وحسب لي الطلابة وحسب لي، هاد اللغة ديال بكري كنت كنسمعها في 65 67، ما نسمعهاش اليوم 2021، ما نسمعهاش. انا جو نو بو با انسيتي ان سيغور. كاين واحد قضيه، واحد القصه ديال روكفيلر على قضيه لي سيرور، كانوا شي غادي نقرا نحكيها لكم، سي بغي نحكيها لكم غير اونتر بارونتيز. كانوا واحد مبليين بشراب، ما نقولوش لي زالكوليك، الله يعفو، لكن كما عارفين هما عندنا في اوروبا في لونجليتار كيشربوا برا، وجا واحد الجورنال حلوه لقاو فيه روكفيلر، واحد فيهم قال لهم هذا روكفيلر كان مون امي دونفونس، الصغر ديالي في لو ميم كارتي تو سا، هادي قالوا من صاحبك خصك تمشي عنده، قالوا لهم بغيتي نمشي عنده عاونوني، دبروا لي الساعه ودبروا الفلوس وزيفطوا ليه، مشاو عنده جو نسي با سي سي فغي، مي سي دون لي زانيكدوت دو دي ليستواغ دو روكفيلر لو جورنال اللي قريتها انا بحالي بحال الناس. قلب، المهم الى غيسي افواغ لو بيي، ومشى يشوفو، لقى واحد الراجل في الجرده كيقلب في الاخر في الجرده كيقاد على برا، سولو قال ليه روكفيلر فينا هو؟ قال ليه علاش بغيتيه؟ قال ليه واش صاحبو هادي؟ قال ليه تمشي ليه البيرو؟ قال ليه لا صاحبو، قال ليه مين صاحبو؟ خصك تجي عنده وقت الغدا، هو صحابو كيتغداو معاه. فعلا جا مع الغدا ودخلوه، ولقى روكفيلر هو هداك اللي كان يصاوب الجرده، تغدا وداكشي ما قدر يقول ليه والو، خرجو قهوة عطا البوفوار درهم ولا جوج درهم، وبنتو كانت قهوة خلات مثلا 100 درهم، ويقول لي هذاك هو خلع كان باغي يطلب ليه الفلوس، وداك الشيء شافو عطا بنتو عطات 100 درهم مثلا، هو عطا درهم، ما بغاش يقول ليه كاع باغي الفلوس، سكت. قال لي بغيتني نسولك كيفاش بنتك تعطي 100 درهم وانت كتعطيه درهم؟ قال لي هي ما عرقتش فيهم، هادي غير اون باسون. المهم ما بغى يقول ليه والو، قال ليه شنو بغيتي؟ قال ليه صافي صافي، قال ليه قول لي الا جيتي عندي، الا انسيستي، قال ليه ودي جيتك باش تعاوني تعطيني فلوس، قال لي ما نعطيكش فلوس، خلاها بقاو ما وتسيتون ابخو موا بيشي مي دون با بواسون، قال لي ما نعطيكش فلوس، بغيتي تخدم نخدمك، واش عندك شي صنعه؟ قال لي ما عندي حتى صنعه، قال لي فكر فكر بقى فكر، قال لي اودي انا خدمت سيرور، قال لي حتى سيرور صنعه، هذا روكفيلر، قال له ميم سيغور تلميع الاحذيه راها خدمه، فهمت؟ دونك قال لي فوالا راه عندي واحد المغازه محلول في لابوغ دو نيويورك ولا شي بلاصه هام شاير، المهم داه عطا واحد البوتيكه كانت مسدوده حلها، دار ليه باش يبقى يسيري العباد الله لي باسو بحال باسا السوميكا في كازا، كيسوري العباد الله يسيري، واحد النهار غبر عليه ما بقاش يسول في روكفيلر، واحد النهار نسى صحابو هذاك السيرور ليفغون كان كيشرب ما بقاش يشرب، واحد النهار مشى عند روكفيلر قال ليه ودي راه بغيت، قال لي شنو بغيتي؟ قال لي بغيتك تجيب ليا نعطيك واحد لي مارك ديال الصباط لي بوتيون راه كيطلبوهم عندي بزاف الناس باش نبقى نبيع ليهم، قال ليه دابا عاد نعطيك الفلوس، لان دخل ليه الكوميرس، دابا عاد نعطيك الفلوس، حتى حنا عندنا خويا اللي بدا سيرور وراه مليونير، داكور؟
ديرها في راسك. عندنا نعرف الناس كانوا كيحطوا بطاطا كيبيعوهم على راهم درهم جوج دراهم راه مليونير. جو لي كوني نعرف انا دي بيرسون اللي جروا البرويطه البرويطه قال لك انه با انه فو با شيرشي افوار ان 18 مي فو اوسي ابروندر ا كوندوير لا بروويت. راهم دي مليونير ونعرفهم ماشي زعما يحكيو لي جو فو با دير لو نو باسكو ولكن هما يحكيوها هما كيرضاو بها. كيقول لي شتي انايا سي ابراهيمي انا ها فين خدمت ضربت الباله ايه علاش هادو اللي كيعايرونا حنا كيقولنا لي مونديون كاينين بارتو ا ترافير لو موند ولو مونديون اليوم سا رابورت بوكو. باش غير باش نفهموكم واحد القضيه سيرتو ماروك باسكو المغاربه حنان اجوردي المغرب مابقاش كيبانو حدا السوريين وحدا لافريك مابقاش عندهم مصداقيه لان كيقول لك هادوك جات معاهم المغاربه كيفهموا كيقول لك هادوك عابر سبيل اما المغاربه خاصهم شويه يخدموا. دونك سي تري ديفيسيل اجوردي بوغ ان ماروكان دالي دوموندي لا شاريتي صعابت عليه باش يولي سعاي مابقاتش غاديه وكتنضاطر. يقدر يجي عندك انجان خويا دبر عليا ولا شي عادي عندنا حنا ستان بريكولاج كنتعاونوا باسكو نو سون سوليدار ولكن الظاهره ديال السعايا كنجاوب هذوك اللي كيدخلوا عندي راه ماشي ذباب انا كنعرف الذباب. هذوك السعايا عندنا حنا سي تنسين دو سوليداريتي ونعاونوا اي طلاب انا نعاونوا الا كنعطيه 10 دراهم واخا يقول لي راه لاباس عليه بغيتو يكون لاباس عليه انا نعطيه وانت تعطيه بحال التيليطون نديرو درهم درهم حنا 30 مليون مغربي واحد نجيه 30 مليون درهم ها ويدير لاباس هو ويخدم الناس. دونك هادشي ما بقاش اللي كيعايرنا بالسعايا راه ماشي غلط السعايا راه ما بقاوش سي تري 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 غار الا ان حتى لي فروج اللي عندنا ودالي درا البارح دس والبارح كنبغيش نصورهم من البارح باش نبين لكم ان المغرب سونسور يدار باش نبين لكم ان لي زافريكان واغ سو سون دي بوسور كيبقى سيمانه ولا 15 جور حدا الفروج من بعد تلقى شاد محل باب مراكش او في ليتوين المهم خدام ان روستورون ولا داير ان افير لا ماجوريتي كيتانتيغراو كيتسوسيابيليزاو في المغرب وكيوليو مغاربه كيوليو خدامين. هذه نبذه على المغرب هاد الناس اللي كيعايروا المغرب باش نعرفهم ان اللي جا للمغرب مقبول تونسي مقبول سوري مقبول حتى جزائري مقبول مصري مقبول كل شيء مقبول في المغرب وكل شيء كيولي مغربي بتقاليدهم بهضرتهم بالدغيا كيتعلم اللغه العربيه. علاش؟ نحن شعب دايرين هكذا شعب منفتح على العالم ومتفتح ماهو فهمت اسبري اوبن مايند فور ايفريبادي ما كان ما كانش ديك شكون هذا وشكون هذا طونكو كيخدم طونكو داخل سوق راسو طونكو ما يتعداش طونكو ما كيكريسيش إل في اون بي ويدير لا سيتياسيون ديالو وعاقوا بها لي زافريكان حتى حنا دي زافريكان مي اون بار دو لافريك نوار لي سيب ساريان والسوريين عاقوا بها بزاف السوريين تانستالاو هنا جي ونوريكم حنا السوريين هنا عندنا دي كرون غوستورون دي سناك دي زافيغ بزاف السوريين كاينين هنا تانستالاو الله يسهل عليهم داروا دي زافيغ تانستالاو هنا بزاف دي زالجيريان اللي هنا خدامين الله يسهل عليهم حتى هما منا توانسه كلشي انا غير في الكلوب عندي تقريبا توت لي ناسيوناليتي ولكن ما كان كنقول لهم نتوما مغاربه دري صغير كنقول ليه تي كيقول لي كوت ديفوار كيقول لي اجوردي تي ماروكان بور لو فير سونتيغ كي لي شيلوي كي نا با شونجي دو تيغ حنا هكذا دايرين اون اي كوم سا اون نو شيرش با اون نو سيمباتيز با بور ان روفوني نو سي كو نو سون كوم سا مجدودنا دولتنا عندها فوق 14 14 سنتريز اند مور 14 قرن وما ازيد دونك ما كنعايرو ما كنسبو ما والو سي بور سا كون جو فو بار كون جو مال لو حراك هاد الحراك اللي كيتسلط ليا واللي هما ضد المغاربه يعطيو واحد البرنامج ديالهم واحد خارج الطريق. حنا لا نريد النظام يحشر انفه في الشؤون الجار وما محل إعراب من منظمة انفصالية أو إرهابية أو حتى مزعومة دولة كاينة عندنا في التراب الجزائري بينما أمريكا دولة عظمى والدول الخليج اللي هما تهم قوة اقتصادية لا يعترفون بها. أش من مصلحة عندي؟ المصلحة عندي أنا كحراك وكجزائري نشوف هادوك الناس اللي في الصحراء وندير لونكيت ديالي ونوض صداع دوك الناس بغينا نعرفهم شنو باغيين باسكو بيرسون نونطون لا فوا ديال دوك الناس اللي موجودين في تيندوف حتى واحد ما كيسمعهم. كاين واحد الفئه مسيطره عليهم وكتكذب عليهم تقول لهم راه كنديروا دوله وغادي تاخذوا الباجو والميرو والكالامار والشوش والبولبو ولا ميغان هما ما غياكلوا والو لا كارب وما كاينينش. دونك وكاين واحد الفئه اللي راها متبعه ولكن مساكن راهم تحت الصباط محقورين دليل على انهم ما يقدروش يتحركوا ما والو اللي يخرج من تما كيموت. شكون اللي يخرج من مخيمات الرابوني وتيندوف وداكشي سو كي سون لي لابا وتفورماو في كوبا وتفورماو في الاكاديمي ديال شرشال وفي غوركي وستالينغراد ولينينغراد هذوك اللي تكونوا
تكونوا في لا يوغوسلافي في لا بلغاري، هذوك هما اللي تيقوا فيهم وعاطينهم مناصب عليا، ممثلين اعلاميين في اوروبا، قناصله، المهم هذوك هما اللي كيتيقوا فيهم او اللي تزادوا مع الجنود الجزائريين، لان جنود تماك لقاو ما تيسر من البصاره تماك موجوده وتخلصت القضيه، ولاو اطفال موجودين الولد، ولاو كيعطيهم كلاشينكوف ا 13 ان 12 ان، بحال زعما اليوم العمل البشري العالي سميتو لزف كيقولها بالعربيه. المهم العامل البشري ما بقاش ياكل اليوم في الحروب، والحروب سي دي مودي. شكون اللي كيطلب الحرب؟ الدول المقموعه المقهوره هي اللي كتطلب الحروب، اللي هي الدول الانتحاريه هي اللي كتطلب الحروب. ولاحظتوا ان كنا الناس كانت كتقول صدام، وصدام ضرب، وصدام ضرب اسرائيل، وصدام دار هادي ودخل الكويت ودار هادي ودار هادي، ماشي كنتشفاو فيه. حنا راه حنا كنا كنبغيو صدام، حنا كاع عندنا قرعه ديال الروج سميتها صدام، علامه على القوه ديالو لانها كبيره بزاف، فيها ليطرا وشي حاجه بحال القرعه ديال سيدي علي. ولكن شوف الحاله فين وصلت، الحاله توريك، هذه الحاله توريك راه اغنيه ديال المشاهد الله يرحم السوسدي والباطمه وشريف المراني. دونك حنا كنشوفوا كاع اللي كيطلب الحرب في هذا الوقت، هذاك انتحاري. انتحاري علاش؟ لانه فاقد للامل، ديزيسبيري فريستري، إلى دوفوني كاميكاز سويسيدير. الناس اللي لي زوكتاجينير، ستادير الناس اللي عندهم فوق 70 عام 80 عام، لي سونتاجينير عندهم فوق 100 عام، هما اللي مسيرين ان بيي جار فوازان، ما عندهم ما خاسرين والو، هذوك ما عندهم ما خاسرين. عنده 79 عام، فيه بروستات، فيه كونسير، فيه السكر، فيه ديفتيري، فيه العجب، مريض في جميع الامراض، وكيقول لك اقود مانوف للضرب في قلب العدو، في ودن العدو، في طفار العدو، واش يباني ما عنده امل في الحياه. ولادو مهربهم على اوروبا، عندهم باسبور اوروبيه، وكيقول الجزائريين اجيو نديروا الحرب مع المروك، وكيهدد المروك حيت ولادو ما غادي يشاركوا في حرب هو ما غايشارك فيها. وكاع اللي دايرين بهم دوك الشياب عاشوا حياتهم، اما الاستقلال هما تماك راه صداو، شتي صداو في الكرسي صداو. ولكن هما المشكله كينوض الكرسي ينوض معاه حيت مسودي معاه، مسودي معاه. والشيباني كيدير خطاب للامه، هذاك راه خصو يمشي بسينيليتي، هذاك شيخوخه نابلي لو بوفوار. واش شفتو نتوما شي نهار توراو لكم هادوك كيديروا يلعبوا الغولف، ولا كيديروا شي رياضه، ولا كيتمشى، ولا كيتريني، ولا شي في قاعه الرياضه؟ هذا المروك العدو، قلب العدو، العدو الكلاسيكي. لا خويا علاش الشيطان اصاحبي؟ اش من عدو؟ ما كاين لا عدو لا والو، غير في المخيلات ديالك، غير في المخيلات ديالك. الا وقعت شي حاجه 63 وقراوها لكم ان المغرب هجم، سولوا لي زيستوريان اي لي سبيسياليست اي لي جوج ستراتيجيست اي لي جيوبوليتيسيان شكون اللي هاجم وشنو بغات دير. ولا محقرونا ويلا استقلينا عاد ما جمعناش راسنا، حتى المغرب كان يلاه استقل، المغرب كان يلاه استقل، سي كوا. والمغرب هو اللي جهز الدوله الجاره، عطاها ليكيبمون، عطاها دي بلاندي، وعطاها السيارات ديال الرئاسه. الحسن الثاني بيد ديال الله يرحمه عطاهم السيارات ديال القصر الرئاسي. دونك انا دخلنا عليكم بالله. دابا هاد لو بوبل الجيريان بوركوا ان نو ريكلام با ا سون ريجيم دو ليسي ا ليكار توت سيت ان كونتر لو ماروك؟ شكون يقدر يتجرا يقول لهم سيدي خطيونا من المروك؟ كاين واحد المعارضين خطيونا من المروك وكيعايروه وكيسبوه، كاين دي يوتيوبر الجيريان كيسبوهم ويعايروهم، ما يقدرش يتلفظ بالصحراء المغربيه وعارفها مغربيه، لان النظام الجزائري شنقريحه ومدينه توفيق والعماري والمقري وهذوك كاع لاكليك كلها نزار، كلهم كيعرفوا ان الصحراء مغربيه، وكلهم كيعرفوا ان موريتانيا كانت مغربيه، وكلهم كيعرفوا ان تيندوف وبشار وقناصه والعبادله كلهم كانوا مغربيين، وكلهم كيعرفوا ان فرنسا هي انكسات لي تيريتوار بوغ لالجيري، وكلهم كانوا دليل على انهم لا يتفاوضون بشرط احترام الحدود الموروثه. سي كو فو دير ماشي الرجوع الى التاريخ. حنا سيدي ما ندويوش على داكشي، كاين اتفاقيات المغرب ديما محترم الاتفاقيات، والدليل راكم شفتوه، كيما شفتو في العرجه، كيما كذبوا عليكم حرب الرمال اللي كانت قاتل المغرب 27 كيلومتر على تندوف، ورجعوا
كان الكولونيل بن عمر ديك الساعه. دليل انا ان العرش الجزائريين كيقول لك دخلنا لهم ودينا لهم فيكي وشي غريبه حتى هما كيقول لك علاش دخلوا العرشه وما داروش. العرشه داخله في تيريتوار الجيريان. المغرب كيحترم جميع الاتفاقيات المبرمه مع الدوله الجاره، الدوله الخنشلاويه اللي ما عندها لا مبدا ولا احترام الجرى ولا احترام الانسانيه. لان لو كان كانت تحترم الانسانيه ما تعتقلش فوق 200 الف صحراوي داخل مخيمات وتطلق غير العملاء ديالها هما اللي يخرجوا يتسولوا، هما اللي عندهم لي زوتوريزاسيون دو ديبلاسمون وعندهم لي باسبور ديبلوماتيك. ما تعتقلش الالاف والاطفال في ظروف ما قبل 15 او 16 القرن الى الوراء، وما تعتقلش الشعب ديالها تسد عليه من 62 ولا من 63 ويسد عليه حتى 76 عاد داروا دستور، بعد 76 هما سادين عليه حتى شافوا المغرب هرب 70 عام في جميع المجالات. ماشي كنقول لي واحد كيقول لي بين لي الروبوان اللي صابوا البالك، ادخل شوف لي تكنوبول وشوف طونجيماد وشوف لا فيل اندستريال وشوف لي كوت وشوف لي غوت وشوف لي غوكاد وشوف كتقارن لي لي زوتوغوت ديال الفرماج بيسكولاتي اللي عندكم توطى عليها تهبط الارض. يفو فونيغ فوا، انا ما نقولكش جي باسكو جوني با بيزون دو تون افي، ما محتاجكش كاع تجي تشوف المغرب واش وصل ولا ما وصلش. راه كيوصلكم من عند لي زوروبيان ومن عند لي تينيزيان والجيزيبسيان لي تيموانياج اللي هما غيال. دونك لالجيري ا ديتروي ليغيتاج كو لا فرونس ا ليسي باسكو لالجيري الا هيريتي ان بيي ديفلوبي نون بارلون با، ورثت دوله متقدمه لان فرنسا خرجت خلات لها كل شيء، ما داتش معاها لي بور، ما داتش معاها لي كار، ما داتش معاها لي غوت، ما داتش معاها لي بيلدين اي لي باتيمون، ما داتش معاها لي بنك، ما داتش معاها الادارات، ما داتش معاها والو لا فرونس، وخلات لها ان كوديفيكاسيون، خلات لها قوانين وانظمه كيفاش تمشي الدوله. ولكن الجيري افولي جوي لو شو مان بوغ لو بوبل الجيريان باش تخدروا تقول لي اودي ما عندنا ما نديروا بهذا مخلفات الاستعمار. مي غاردي لا يومين مخلفات الاستعمار، ما ديش الفاكسين ديال باستور داكور، ما تبقاش دير الراديو، ما ديرش التلفزيون، ما ديرش هذا الشيء، كلشي الاستعمار هو اللي مصاوب هذا الشيء. انت باش مصاوبتي انت مخلفات الاستعمار؟ ايوا سير ريب لي بور وريب نادو قلبوا السبت بالحد، السبت بالجمعه والحد بالخميس، ولا ما عرفوش السبت بالخميس والجمعه بالحد، رونوها وداروا كلشي ارابيزون وجابوا السوريين يقريو. انا قريت عند السوريين مكلخين جابوهم يقريو، كلشي داروا ليه ارابيزي، خربقوها خلطوا شتي ديك الروندا خلطوها ما فهمتي. ايزون ديتروي لاغ بيي باغ لاغ بروبر مان. لقاو واحد الدوله متقدمه اون 1960، قلت لكم الجزائر كانت تصدر 100 فوا لي ليبريفيون والمحروقات اكثر من 1966. 6 سنين مضيعين ولا سنين حتى 66 في الاخر باش دخلت لا فرونس، علاش؟ لان لا فرونس عندها لاكور ديفيون. هذاك الشيء ما يهمنيش انا، كندوي على سو كي ا لانتيغيور. بوركوا لو حراك و لو بوبل الجيريان نو سو دوموند با؟ السؤال هنا هو يقول لك لا راه الشعب طردو فين غادي يمشي؟ الشعب الصحراوي الا كذبوا عليكم ما عنده فين يمشي. الا كان جزائري غيبقى في الجزائر، ولا كان موريتاني غادي يمشي لموريتانيا، ولا كان مالي غادي يمشي لمالي، ولا ما قبلتش عليه مالي وما قبلتش عليه تونس وما قبلتش عليه المغرب، ما قبلتش عليه موريتانيا. المغرب يحتضنه بالشرط اللي يلتزم باحترام قوانين ريغلومونتاسيون فيغور لوا ريغلومونتاسيون فيغور اي اوسي لي ماري تراديسيون كوتيم اي تو سو كي ساكري اون ماروك، يحترم جميع ما هو محترم في المغرب من المقدسات الى جميع القوانين المعمول بها، ويدخل ويعيش بخير. الا ما قبلش، لان هذوك اللي في تندوف اش كيقول لك؟ يقول لك اودي ما عندهمش فين يمشيو، عندهم فين يمشيو. هذاك هو الفري تقرير المصير. كونت اون دي ان ريفيجي اللي ما عندوش الماء، الثلاجه ديالو هي واحد الجيريكه ما دار فيها خيش، راه كانوا هداوها لهم في رمضان قالوا لهم هادو هما الثلاجات، هداو لهم تقريبا واحد 500 وضربوا عليها. اللي عايش ما كاينش لو بوطابل، ما كاينش لي زيغو داسينيسمون، ما كاينش ليكتريسيتي، ما كاينش لي زوبيتو، ما كاينش جامعات، ما كاينش معاهد، ما كاين والو. وتقول لي فوالا هايش يدخل العيون، يدخل الداخله، يدخل السماره، يدخل يشوف الحياه. ودوك الناس عندهم الحق، صحاب العيون والداخله سكي تري امبورطون، صحاب الداخله والعيون وكلشي ما مسجونينش في الصحراء، سي دي سيتويان ماروكان كيجيو يعيشوا في كازا ويعيشوا في المضيق ويعيشوا في طنجي في الحسيمه في وجده في اسفي في ارفوس، يعيشوا باغتو. ماشي بحال هذوك اللي في تندوف ما يبوجيوش، اللي كيبوجي هو اللي عنده
لا جين ديالو ميلونجي افيك الخنشلاويه، هو اللي يقدر يبوجي ويثيقوا فيه ويعطيو ليه الباسبور ديبلوماتيك او يعطيو ليه ديك لوتوريزاسيون، باسكو تيندوف سي انتردي دو سورتير بور لي صحراوي اي انتردي دو رونتري بور لي الجيريان. سي اون زون ميليتار هرميتيك مسدوده ايزولي، ليزولاسيون بحال ديال الثلاجه باش ما يخرجش البرد. هذا واقع نقولوا انايا، انا ماشي صحفي، ماشي صحفي وماشي يوتيوبر وماشي اعلامي صديق وماشي انفلونسور، جو سوي ان رياليست، انا واقعي وكنشوف الامور بالمنظور ديالي. سي لي جالجيريان ايتي فريمون سانسير، كانوا فريمون واضحين سانسير مع المغاربه، يديروا ان جيست سلمي مع النظام ديالهم، يقولوا ليه حنا بغينا الجزائر تهتم بالمشاكل ديالها، بغينا الجزائر تخنشل مع المشاكل ديالها، ما تخنشلش مع الرباط وكازا والداخله والعيون، بغينا الجزائر تفراني تريتي البغلة ديالها، ريتي البغلة، تريتي البغلة. علاش؟ لان لا ريتات البغلة ديالها، لان البغلة تخبط هناك خبطه عشوائي، الخط هذاك الجمل خبط عشواء من تصيب تميت ومن تخطا يا عمر فيا هرامي يا زهير بن ابي سلمى. هاد لي زيغوغ اللي كيديرها لو ريجيم دو خنجله، هذا يضر بسمعه لو بوبل ذا بيبل اوف الجيريا، لان هما كيقولوا هو اعظم شعب، ولكن كيفاش كيتعامل معاه النظام ديالو، هو احقر شعب مادام ان ارادته غير مسموعه عند لي زوكتاجينار الثمانينات والتسعين عام، شياب ما كيتصنتوش للشباب، هذا هو اعظم شعب، اعظم شعب هو اللي كيحترموا النظام. دونك راه لا كونتراديكسيون، اعظم شعب الا بغيتو الشعب يكون عظيم، هذاك الحراك وداك الشيء سيتي موفمون، سيتي لو شو، سيتي هذاك استعراض جماعي، وكيقولوا استقلال وكيقولوا ترن ترن تيت تيت تيت، جابوه العسكر، المهم جابوه العسكر. اذا حنا ما كنطيحوش من السمعه ديال الشعب الجزائري، راه هو النظام ديالهم طيح لي في السمعه ديالو وتبعهم شبعهم وعجباتو اللذه، عنده في كراهيه المغرب وكيقلب على اي حاجه يجرح بها المغاربه، اي حاجه سي نورمال. وصل النيفو عند المغاربه، ولاو يجبدوا البنان، ولاو يجبدوا الماء اللي كيتقطع، ولاو يجبدوا الضو اللي كيتقطع، ولاو يجبدوا لي فروي يجبدوا، فهمت؟ حنا انا درت لي فيديو درت بزاف لي فيديو واحد ماشي ما كنمشيش للكرون، عرفتي كون نمشي للمارجان ديال كارفور، لا مارجان ديال المول دو كازابلانكا، ولا نمشي لتقداو ديال كازابلانكا، ولا ديال القريعه، ولا ديال التاشفين سنتر، خاصك ان جورني باش تصور لهم كل شيء. كنمشي غير واحد السوبر مارشي ديال محمد الله يجازيه بخير، كيمساعد مع الناس فيه كل شيء، وكنمشي وان بتي كيتسمى مارجان كارفور، سي ان بتي سوبر مارشي اللي نقي منظم اورغانيزي، والناس كتشري، كاينه بوفوار داشا، كاين كل شيء. غير باش نقول لهم دوك لي فيديو اللي كديرهم، حنا كنموتوا بالجوع، ان المغاربه كيهربوا من سبته على ناج باش ياكلوا، ماتوا بالجوع. لا فو نو كومبروني ريان، فو نافي ريان افواغ افيك لا جيوبوليتيك، فو نافي ريان افواغ افيك لا بوليتيك انترناسيونال، اي فو نافي ريان افواغ افيك لا جيوستراتيجي، لان الدوله ديالكم عمات لكم عينيكم، عمات لكم البصيره، حيدت لكم التفكير. لو ماروك الى لي مويان دو فيغ بريسيون سور لوروب، واستغل هذيك الفرصه وطلق اللعب. التطوانيين والطنجاويين والفنيدق والمضيق ومارتين والناظور عايشين بخير، ما كانش اللي عنده الكرا تماك، الله يزيدهم، كلهم عندهم بروبريتي بريفي ديالهم، كلهم عندهم الملك ديالهم. وحنا من كنمشيو للشمال ها كورونا شويه حبست الحركه، كنكريو من عندهم، كلهم عندهم دي زيمام، كنكريو حنا في لي فاكونس ديالنا، كنمشيو لمارتين، كنمشيو للمضيق، كنمشيو للفنيدق، كنمشيو لطنجة، كنمشيو للحسيمه، كنكريو من عندهم هما لي زابارتمون، وكنكريو عندهم تخي شيغ في الصيف، دو 700 درهم أ 1500 درهم لا جورني، على حساب الدار كي داير، داكوغ؟ الدار رخيصة تكريها 700 درهم النهار، ألور تصور كورونا حبست لهم المدخول، توت لي فامي، كورونا حبست لهم ديك 3 موا د فاكونس اللي كانوا كيدوزو عاد لي ويكاند، لأن كنا كنمشيو حتى لي ويكاند، ألور حسب ديال الفلوس أمونكا كانيي عندهم. كاينه واحد الخطا في البرمجه ديال الدوله اللي سدت لا كونتروبوند
وكانوا كيعايرونا بلي فامي اللي كيهزو دوك الرزامي تقال عليهم كيهزوهم. علاش؟ فيهم ما يجيبوهم في لي كاميون، يجيبوهم في لي فورغونات، باسكو لي كونت اون بورت اي مارشاندي سيغ ان دو الي اكزونيغي دو تاكس، ما يخلصوش لا تاكس. هذا هو السبب، البيع والشرايا كيشريو السلعه وكيفرقوها، انا دوك الحمالات كيدخلوها اللي جابوها مجموعه كيخلصوها لا تاكس ترانزاكسيون دوانيير. هادشي راه معروف هاد القضيه هادي. دوك ما نرجع لكم، خص بنادم يبحث، خص هاد الحراك يدير واحد البروغرام ويدير واحد باغ في هذوك البنود على انه لا دخل له في الشؤون الجيران. والصحراء مادام انها شان ديال الامم المتحده مشينا مع هاد الاطروحه با بروبليم، الوغ ساندوها، ولكن ما تسلحوهاش، ما تعطيوهاش القنابل، ما تعطيوهاش لوغ دو ستالين، ما تعطيوهاش لي ميسيل 66 67 68، ما تعطيوهمش لي دوشكار، ما تعطيوهمش لي كلاش، ما تعلموش الدراري الصغار قاصرين يتقاتلوا، ما ديروش سفارات وديروا قنصليات، وما تشريوش اصوات في لي كونغريس، وما تعطيوش رشاوي الاقصى اليسار في جميع الدول الاوروبيه في لي سينا لي بارلمونتار كومينيست اي سوسياليست، ما تعطيوش فلوس. اذا خليها في الامم المتحده واجبد راسك، وخلي المنظمات الانسانيه تدخل تشوف في تيندوف سو كي سو باس لابا، وتوكلهم وتشربهم وتعيشهم وتخرجهم ديك القهره ديال 46 عام هما وسط الرمله والعقارب ولا ميغ دايره بهم، فهمتي؟ سي لا الانسانيه، هذا هو الانسانيه. اما باش تقول لي هذيك الدوله خاصها تاخذ الاستقلال ديالها وانت ساجنها وما تخليناش نشوفوا الصوت ديالها، مانع لي غيزو، مانع تليفونات، مانع كومينيكاسيون، وتجي تدريب ليني انا دير لي رونالدينو خاويه في عامره وتقول لي راه حنا لا. دونك دابا اليوم اوجوردي سي بلو، ما بقاتش دابا المفاوضه، اوجوردي سي لارم. راكتو كتقولوا كتسولوني فينا هي هذيك المناوره الامريكيه، فينا هي المناوره كي جات قلت له حقا راه كاينه غير 70000 ولا 7000، واخا يجي غير امن امريكا، ان امريكا ما عرفتش كيديروا عليه، كيديروا عليه زامريكا، تفرجتوا لي فيلم ان امريكا يتختطف، ميريكان كلها تقلب عليه، لا ميزون بلوش ولا سي اي ولا اف بي اي كله يتقلب، انسان امريكا يتم اختطافه القيامه. تنوض تقول لي راه جاو غير 600 سولدا امريكا، و 600 سولدا ساهلين افيك لارسونال ودوك لي زافيون، شتيهم لي زافيون دو شاس كي دايرين؟ خلينا بداك الشيء. شوف طونكو المغرب راه في الصحراء ديالو قبل ما كاع ما يعترف ترامب، الصحراء لي ماروكا ولي زالجيري عارفين هاد القضيه، بيني بينكم تو لي زالجيري كيعرفوا ان الصحراء مغربيه، ولكن شبعهم ديك الفكره انهم يحرموا المغرب من الصحراء ديالو باش ما يوليش قوي على الجيري، سي تو كيستيون دو كونكيرونس، باسكو الجيري كيما قلت لكم الا شوازي سوا لو موفي شوفال ولا شوفال بواطو مهرس، او الا شوازي لان ou le mulet pour faire la course contre les chevaux de pur sang. Et elle a choisi le mauvais parcours. اختارت واحد المسار او واحد الطريق اللي هي خاطئه. لها والمغرب كيما هذيك لافابل ديال لو ليفغ اي لا تورتي، المغرب غادي غير بشويه مي نو ركول با. كونت اون افونس اون افونس، اون فا اريفي ا لوبجيكتيف. مي كونت اون دونس اي اون ركول اون دونس اون ركول اون اريف نول بار. سي سكي تاريفي ا لالجيري. باش تخنش للدابه لقات الباتريمون ديالها ما كاينش، عندها باتريمون صحراوي زوين، كنعرف ان باتريمون التراث الصحراوي الجزائري راه زوين، الصحراء من جهه الازواد، من جهه التوارق، من جهه الفوخ، من جهه بسكرا، عندها التراث الشاوي مزيان، عندها قسنطينه عندها تراث زوين، عندها تراث ديال سونتر فيل، عندها التراث الوهراني، عندها سورتو التراث الكابيل اللي هي 100% امازيغ. ولكن باش تعاكس المغرب وتحاول ديغاسيني لو ماروك وتخلط الاوراق، اختلقت المغرب العربي اللي هو زوين المغرب العربي واللي هو بان ليها كتردو ديالها، خلطت الشعب ديالنا. اوجوردي كونت اون اسيست ا دي سيتياسيون ولا ا دي كويزين اون جي اون كوا كوني او ماروك، مي كيبقى الاصل هو الاصل. على اي انا باش نختم معاكم، جو نو سوي با، انا ما كنديرش الفتنه، الفتنه راه كاينه شحال هذه، كاينه حرب، انا تعذبت في الجزائر، تهانيت 12 عام 11 عام كنطلع الكوميساريه، قلت لكم شحال من مره، نعرف يوب، نعرف سعيد، نعرف علي، نعرف بن عمر، نعرف حميده، نعرف هواري، نعرف رابح، كاع البوليس اللي كاين في كوميساريه سونترال نعرفهم. كنت نمشي صغير للكوميساريه، العصا فوق الراس في الكوميساريه، باسكو ما كنت كنبغيش اللي يقول لي مروكي، ديما ندار. حتى لا فامي ديالي بزاف فيهم شدوا الحبس باسكو جاو مع المغرب، دونك هادشي ما بقاوش نرجعوا ليه، وهذا اللي في كارتي معايا وكيدخلوا يعايروا. يرجعوا اللي تزادوا من ورايا، تزادوا في السبعينات، يرجعوا يقولوا لا فامي ابراهيمي اللي كانوا ساكنين في سيدي سعيد
شحال واحد فيهم شد الحبس وعلاش شدوا الحبس؟ ما خونوا، ما سرقوا، ما داروا والو، كيقولوا مروا، كيقولوا المغرب، عاش المغرب. دونك انا شرف لي انا شوف، وكيقول لي وحام تدخل عندي، قال لي انت يا عندك 50% الجيريان وكتعير الجزائر. اولا انا ما كنعيرش الجزائر، كنوضح للجزائريين انهم ياخذوا موقف واضح مع المغاربه حتى تكون هنا ثقه ما بين المغاربه والدوله الخنشلاويه. لان واحد اللي يقول راحنا معاك يا الجيش الوطني الشعبي، جيش الشعب خاوه خاوه، انت كدو باغي دوله مدنيه وكتقول جيش الشعب خاوه مدنيه، باغي تهبلني ولا كيفاش؟ سواء تكون سيفيل سواء تكون ميليتار، اون بو با اتر سيفيل وميليتار على فوا. الوغ لا ما تلعبش معايا، راه قلت لك قبيله رونالدينو ولا ديك خاويه عامره المغربي اللي معروفه، ولا لعبت الغراف ديال العصاد، راه عندهم عصاد تخي تخي بون زيليمون ديال القبه، حتى هو كانت عنده لعبه الغراف. دونك كاسكو جو شيرش موا، جو نو شيرش غيان دي تو. قلت لكم واحد النهارات ونقولها لكم ديما، انا مسالي قبي دونك كنهضر هضره كتوعي واحد غير 5% اللي كيتصنتوا ليا، راني رابح في المهمه ديالي. وجو ناتون غيان، كنتسنى والو صراحه، ما كنتسنى والو. انا كنت باغي ديك لاشين، لاشين بغيت يوصل فيها واحد 1 مليون 2 مليون، باسكو هذيك شين يوتيوب وطنيه ديال المغاربه كاملين، اي بوف فين فونير هما يهضروا بلاصتي وندير الفيديو ديالهم، لان كنهضروا على الكرامه ديال المغاربه، وحتى ندافعوا حتى الجزائري لانهم دايرينهم في الفوصي، مدخلينهم راسهم في الفوصي، فوصي مغيس كيشوفوا والو عينيهم، وما بغاوش يعرفوا الحقيقه لانهم كضرهم، كضرهم، لان سي ديفيسيل دو غاتخابي الماروك. بحال اللي كان يدير عويطه كان يفوت جوج دورات، سي لا ميم شوز. دونك هادشي اللي كنقولو، راه بزاف ديال اليوتيوبر وديال المحللين راه كياخذوا من عندي، انا سامي في كرون بليزير لو سوا غادي نشوف هذا الموضوع ديالي عند بزاف ديال الناس وعندهم بوكو دابوني، و جو سوي تري كونتون باسكو لي زيدي اللي كنجيب اي سون بري اون كونسيديرا بريز اون كونسيديراسيون، كيتعاودوا كيتعاودوا قالوا كونسيرنون، باسكو جو فو ريفيي لي الجيريان من النوم ديالهم، لان العداوه ضد المغرب لا تزيدهم الا خساره بعد خساره. Ils sont en train de gaspiller l'argent, le temps et l'énergie dans cette haine contre le Maroc. Maroc n'a rien perdu, بالعكس المغرب غادي قدام. الجيري تورقت اليوم باللي هي هي مولات الصحراء، هي مولات بوليزاريو، تورقت امام الملاء. البريزيدون المعتوه ما عمرو ديبلاصا كيديبلاصا، ديبلاصا للصحافه باش يهضر على المروك، وديبلاصا عند بن بطوش، حتى ولات تسمى الدولة البنطوشية ديال البنطوشيين، البي بنطوشيان. سي مالوغو كونت ان بريزيدون نو سو ديبلاس با بور فوار لي بروبليم دي سيتويان كي سون فريستري، اي سو ديبلاس بور فوار ان باندي كي رونتري لا نوي سورتي لا نوي، كيقول لك حقا راه مقاوم لاسبان. راه فهمتكم لا ديغنييغ فوا، لاسبان وفية العهد ديالها، العميل ديالها ما ديروش في الحبس. بن بطوش عميل ديال المخابرات الاسبانيه منذ زمان بعيد، والجزائر تعلموا ذلك لانهم متفقين بزوج على المغرب. اسبانيا فو ليسي الماروك سو ديفلوبي، الجيري نو فو با ليسي الماروك لا ديباس. مشيو صافي، كنت واش داعي تاعي انا موجود. دونك جي دي كورس افير، ولكن دابا مسالي قبي بالك نسالي. دونك الهضره اللي كنقولها سي با دي تون بيردي، واخا كنطول في الهضره كنرجع ديما سي الميم كونسيبت، ولكن الطريقه كتبدل. داكوغ، لاسبان ما غاديش دير العميل ديالها في الحبس، ما تسجنوش وما غاديش تحاكمو، لانها عندها عملاء كثار في الجزائر، في تندوف، وعندها عملاء كثار في موريتانيا وفي المغرب، وعندها عملاء ديالها حتى في اوروبا اللي مع المغاربه اللي هما مغاربه مريافه، المهم كاينين باغتو يا دي تخيطخ، خاصكم تامنوا بهذه القضيه هذه. فهمتي هادي، ميرسي بوغ لا رمارك. دونك كنتمنى ان هاد الخطاب، انا كيدخلوا عندي بزاف لي زارجيني، كاين اللي كيسبوا كاين اللي كيشوفوا كينسحبوا، تتفصلوا داك السبان ما عندي غرض به، وسميتهم وليت عارفهم، وليت عارفهم. وشي واحدين راهم واحد الدواور، نعرف الحنايا ونعرف بريا ونعرف راس العين والعامريه وفيلاج اللفت فهمتي والحرطون، كنعرفهم لي كارتي، ماشي مساكن هادو اللي كيدخلوا كومونتيو، راه ما ساكنينش دون لو لوكس، راه في الدواور فهمتي، ما كاين والو، مساكن راه مغلوب في امرهم وحافظين، وكيجيو داكشي اللي قراوه كيحطوه كيدير كوبي كولي وكيحطوه ليا تماك. يهضروا على محمد السادس ديما، يبغوا زعما يفريسروني ويعايروني بالمالك ويجيبوا شي حوايج فهمتي. حنا قوم ديال الحريه وكلها، ودير ما بغى ولكن احترام الاخرين.
إذا نتمنى أن الشعب عندهم يفهم على أننا حنا ماشي حنا اللي ساجنين للبشر. كيقول لك أخويا أخو فين غاديين يمشيو، أنت ما بغيتش تعطيهم بلادهم، حنا رانا نعطيوهم بلادهم، بلادهم هو المغرب، يجيو لبلادهم، حنا عطيناهم المغرب كامل، رانا ما عطيناهمش غير الصحراء، يجي يعيش المغرب كامل، ولا بغى يدير المعارضة يدير حزب، يدير 20 حزب، فهمتي؟ كنقول لك ما بغيتش تدخل، حنا مخليين شوف صحراوة اللي في الصحراء يدخلوا للمغرب، أطوندي، هما باغيين الصحراء، حنا عطيناهم المغرب كامل، يكونوا غير رجالة، عطيناهم المغرب كامل، من وجدة طنجة حتى للقويرة، يجي غير يدخل يدير حزب، يدير معارض، يدير سنديكا، دابا عطاهم الحكم الذاتي، والحكم الذاتي راه عطاه بلاصة ديالو يتحكم فيها، الاقتصاد ديالها، السياسة ديالها، التسيير ديالها، الإدارة ديالها، المحكمة ديالها، كلشي ديالها تحت السيادة المغربية اللي كتحميه. باش ما تكونش فوضى، لان الارض كبيره بزاف ولاكوت كبيره بزاف، غيكونوا اطماع. شتي هذاك الكمشه ديال البوليزار كون خدا ديك الدوله لا لا يقدر، كون مشات كون راه كلها ارهاب مقسمه على افغانستان وباكستان وبنغلاديش وتايوان والروان تروان. دونك المغرب كيحمي اوروبا وكيحمي افريقيا وكيحمي حتى الجزائر، باسكو الجزائر كنعتبرها انا دوله قاصره وخصها الوصايه، داير عليها فرنسا الوصايه ولكن ما كديرش خدمتها، والمغرب حاليا كيحمي حتى الجزائر، لان المغرب كون يخلي الارهاب يدور يمشي يدور حتى بالجزائر. اذا باش نكملوها، اسبانيا ما تدخلش الغالي بن بطوش للحبس باش تحافظ على الثقه ما بين العملاء اللي عندهم عندها هنا في المغرب وعندها في الجزائر عندها داخل اوروبا. وغالي نا جامي ايتي كونسيديري كزعيم في اسبانيا، الدليل على انه ما زاروا حتى شي زعيم حزبي او شي زعيم ديال نقابي او شي رئيس بلديه او شي شيخ ولا مقدم، حتى واحد ما طلع عليه في الاسبان، كان انفيزيبل جيسكا تبان في عين النعزه، في عين المعزه، تبان في عين المعزه وخرج عنده بطوش دو شافو 7 كيلومتر من المراد ديال سي با لوان، وخرج عند لو بوان وخرج عند الجزيره. فوالا جو فو سالي لي الجيريان سي سون دو بون فوا. يقول لك اودي حنا ما بغيناش بلادنا تدخل في شؤون جار وصحراوه عندهم فين يمشيو، شحال واحد كيقول لي وفين غيمشي هذا الشعب؟ هذا الشعب يمشي لبلادو، إلا كان ألجيري يمشي لألجيري، إلا كان موريتانيا يمشي لما، باسكو هذا هو لوزوغيجين ديالو، ما يمكنش يكون روسي ولا يكون، لأن باينين رواسا وكوبيين راه ما مطهرينش كلهم، راه شحال من شدو شحال من واحد ما مطهرش، المغاربة راه كانوا كيقلبوا أول ما حاجة كيشدو شي واحد كيحيدوا ليه السروال، باش يعرفوش مطهر ولا ما مطهرش، ولقاو شحال من واحد ما مطهرش. المهم هادو الصحراوي اللي كاينين في تيندوف اي سون لو بيان فيني او ماروك، الا كانوا مغاربه ولا كانوا جزائريين ولا موريتانيين ولا ماليين وما قبلتهمش هاد الدول، يجيو عندنا ويحترمونا ونردوهم مغاربه. هذا هو اللي خصنا نقول لكم، حنا ما عطيناهمش غير الصحراء، عطيناهم المغرب كامل، يتجولون كما يريدون ويمارسون السياسه والحقوق المكتسبه ديالهم تحترم الى يوم الدين. تبارك الله عليكم، جو سالي، وديما ديما فيديو دوما لا مرة نجي دابا نمشي عندي شي تقضية غادي نديرها دابا ستسكو والعشية غادي نمشي للكلوب. المهم لا كان شي وقت عادي عاود نتصل بكم. تبارك الله عليكم، بون جورني.